طيب خلينا عشان بس وقتنا ما يخلصش في النقطة دي، خلينا ننتقل بقى بعد كده اللي عندنا ثلاث أخبار على بعض، هو صحيح. ثلاث أخبار مع بعض هم ممكن يتحط تحت عنوان واحد، وهي صفقة تبادل الأسرى اللي توسطت فيها مصر. الأهرام الصفحة الأولى: إسرائيل تعتذر رسميا لمصر عن قتل جنود في سيناء، وأعتقد ده رد فعل طبيعي جدا للصفقة اللي هم خدوا بيها، ال10 شريط اللي هم يعني خدوا. نوع من انواع ردود الفعل، بس للاسف من كتر احنا مشغولين طبعا في الاحداث الداخليه يمكن ما مش كتير من الناس مركزه قوي مع الموضوع ده، لكن موضوع مهم وان كان. خلينا نقول، طب الخبرين بما ان هم كلهم مرتبطين ببعض، المصري اليوم الصفحة الأولى: مصر تسلمت شاليط عبر منفذ رفح. سلمت بقى، أيوة يعني أيوة. مصر لا سلمت. مش سلم، هي تسلمت، هي شاليط كان في غزة من 2006 وتم تسليمه، يعني هو عبر بيتسلم ايه بسيارة إلى بالظبط؟ رفح، وطبعا مصر هي الوسيط وهي الأرض بالظبط اللي هيحصل فيها يعني التبادل. لا مش التبادل، هيطلع الأسرى الفلسطينيين على بيوتهم يعني بصفة بطريقة مباشرة، ولكن طبعا بالنسبة لشاليط لأن هو شخص يعني طبعا مع كل أسى وكل ألم إن واحد إسرائيلي يساوي 1027 مش قادر، فلسطيني، انا ولكن وجعاني بصراحة. وجعك، بس هو طبعا يعني علشان بس ما نبقاش العزه ما تاخدناش، هو ده يعني احنا سعداء باللي حصل. اللي قلقني اكتر من ده نقل مكتب حماس من بالظبط، دمشق الى والصفقة القاهره. تتضمن نقل مكتب طبعا ما فيش حماس ناس من كتير دمشق اتكلمت للقاهرة. الى الموضوع ده، ولكن انا بصفه شخصيه اعرف ان ناس كتير هيزعلوا مني، ولكن انا اقول ان انا اقلق جدا من مثل هذه الخطوه. حماس معروف جدا انتماءاتها واتجاهاتها وعلاقاتها بايران وعلاقاتها بحزب الله، اما يكون مكتبهم في القاهره انا الحقيقه يعني برضو مش قادره اتخيل ممكن الوضع هيكون ازاي بالظبط في ظل الوضع الامني والسياسي والاقتصادي الموجود في مصر. واعتقد انه اعتذار اسرائيل الرسمي بيوضح نجاح الدبلوماسيه، ونجاح انه يا جماعه الحياه ما بتتاخدش صحيح، بس زي ما انت قلت بالعافيه، طبعا يعني زي ما بتتاخدش بالعافيه، بس زي ما انت ما قلت لانه الخبر ده التالي بيقول ان القاهره تبادل الجاسوس ايلام ب81 مصريا في السجون الاسرائيليه، وده جيد وده جدا. جيد جدا، خصوصا انه في منهم اللي هم الولاد اللي كانوا مش عارف بيبيعوا سجاير، اللي هم مش عارف عدوا غلط، يعني كان في ناس كتير اللي هو ايه رايحه في الرجلين، اللي هو كان مفقود الامل بس النافي. خلينا برضو نعرف ان اسرائيل مش ساذجه ومش عبيطه، طبعا قد تكون في رساله برضو غير مباشره موجهه الى فلسطين وطلب فلسطين انها تنضم الى الامم المتحده وتبقى دوله مستقله، ان ده رساله لفلسطين، انتوا يا جماعه لو بس رجعنا تاني لطاوله المفاوضات بلاش حكايه الامم المتحده، ففي رسائل برضو كثيره غير مباشره. يعني بصوا احنا لما قعدنا على طاوله المفاوضات وبهدوء وصلنا لايه، تعالوا نرجع تاني طاوله المفاوضات، اعتقد انها نوع من انواع جر الرجل زي ما بيقولوا. نتمنى بس ان تنجح مساعيهم في الاخر، ويعني اللي هو ايه يسيبوهم. طب حتى اعلان الدوله الفلسطينيه، يعني اللي هو حرام عليكم اصل انتم هي مش مقفلين اعلان عليهم من وخلاص، كل هي مش حته، اعلان يعني وخلاص، هي لازم الدوله تكون ليها مقومات الحقيقه، فهي مقومات دوله فلسطينيه بهذا الشكل طبعا هي يعني شهاده ميلاد مع شهاده وفاه في نفس الوقت، يعني فلازم يبقى في يعني اكتر من كده الحقيقه. نتمنى يقدروا يوصلوا لحاجه. خلينا ناخد اخر خبرين معانا. المصري اليوم الصفحه الاولى: اليوم الاول للترشيح والفلول يتصدرون. طبعا يعني كنا كلنا متوقعين، بس هو السؤال المره دي مين هيلحق يزور، وهيزور امتى، هي وهل مش الناس هي دي هتدي لهم ولا لا؟ المشكلة، احنا بنتكلم عن قانون الغدر وقانون العزل السياسي اللي هو المفروض عمال بيتم دراسته، لو صدر قبل الانتخابات يبقى اذا هؤلاء الفلول ليس من حقهم الترشح. بالظبط. فكرة برضو ان احنا سايبين الموضوع بين ناخد قرار وبين نرجع فيه وبعدين ناخد نطلع مرسوم قانون وبعدين نغير نصه، حكاية التخبط الشديد، الرسائل يعني الحقيقة غير جيدة على الاطلاق لكل المصريين، واحنا حتى غير المتعلمين اللي ما راحوش مدارس قادرين تماما ان هم يشعروا بجو التخبط ده، وده يمكن بيخلي فيه فرصه كبيره جدا لاعداء الثوره واعداء الامان واعداء الوطن نفسه ان هم يتصيدوا يعني زي ما بيقولوا يصطادوا في الملعقة. طيب خلينا ناخد اخر خبر قبل ما فقرتنا تخلص، خصوصا في الاخبار الصفحه العاشره، خصوصا انه يخص بلاط صاحبه الجلاله، طبعا وغدا اول انتخابات بعد للصحفيين الثوره بعد ثوره 25 يناير، وطبعا صحيح، الصحفيين يعني هم اول ناس بيسعوا للديمقراطيه من زمان. يعني اتمنى كده تكون ديمقراطيه حقيقيه بعيدا عن الساحه الاعلاميه بيحصل فيها دلوقتي، لان انا برضو يعني من الناس اللي مش راضيين عن اللي بيحصل سواء على شاشات التلفزيون او على صفحات الجرائد، ان الاثنين بياخدوا ويدوا مع بعض. طبعا بكره في المنصب النقيب يعني على الاقل عشان الوقت، طبعا الزميل الاستاذ العزيز يحيى قلاش وزميل الاستاذ العزيز ممدوح الولي بيتنافسوا على المنصب. طبعا اقول يعني زي ما بيقولوا بالانجليزي مي ذا بيست مان وين، نتمنى ان افضل شخص هو اللي يبقى مسؤول عن نقابه الصحفيين
المصريين حاليا، لان احنا في فتره محتاجين ان حد يكون فعلا عنده خبره وقادر ان هو يعني. اعتقد ان النهوض بالاعلام دايما بيؤدي لنهوض الوطن بشكل عام، فنتمنى ان يمر يوم هادئ بدون تزوير وبدون ضغوط وبس. يا رب يا رب مستقبل بلدنا يبقى افضل، ويعني بس كلنا او احفادنا على الاقل يعني بس يلحقوا حاجه. لا والله، بس احنا كل المطلوب ان احنا يعني نخاف على بلدنا شويه، وبلاش نتسرع بزياده في كل حاجه يعني. ويا ريت ان احنا نعرف ان الثوره 25 يناير ما قامتش لاسباب عقائديه، احنا ما كناش كفار علشان يعني احنا مش بنعمل ثوره دينيه، الثوره قامت علشان حريه وعداله اجتماعيه وتغيير وعيش اللي هو بيهم كل المصريين سواء كانوا مصريين مسيحيين او مسلمين. لا بعد كده بقى نبقى نقعد نشوف ايه مشاكلنا معاها. هي مش ثوره دينيه ومش عقائديه. نتمنى الناس تفهم كده، نتمنى الناس تشتغل يا جماعة، علشان احنا في حالة حرجة جدا. الاحتياطي بقى 25 مليار دولار ونازل، واحنا قاعدين مشغولين بالخناق مع بعض. طب نعدي المرحلة اللي احنا فيها ونتخانق براحتنا بعد كده. استاذة أمينة خيري الصحفية بجريدة الحياة اللندنية، نورتينا، واتمنى نتقابل في ان شاء الله. مشاهدينا، تجولت كاميرا نهارك سعيد بين شركات السياحة عشان تتعرف على خسائرها نتيجة اضراب موظفي المراقبة الجوية داخل مطار القاهرة، وأيضا تداعيات أحداث ماسبيرو على هذه الشركات. يمكن دي مشكلة ممكن تأثر على مطاراتنا، ممكن تأثر كتير على حركة الطيران، وإحنا دلوقتي عندنا أساسا أزمات إن إحنا بنقول للاستثمارات ارجعي، وإحنا كل شوية يحصل عندنا حاجة تروح خضة الناس، تروح سحبة فلوسها. فيعني إحنا بنحاول نوصل لأرضية ثابتة علشان الاستثمارات تبقى أحسن في الفترة اللي جاية عشان مستقبلنا. نشوف التقرير عن إضراب موظفي المراقبة الجوية داخل مطار القاهرة ونرجع تاني.